شهدنا جميعا على الانفجار المريع في مرفأ بيروت الشهر المنصرم. هنا وقع الانفجار، هذا مرفأ بيروت. توفي 200 شخص وجرح الآلاف وتشرد ربع مليون شخص آخر. إليكم مكان الانفجار المقبل المحتمل. هنا، هذا حي الجناح في بيروت الذي يقع بالقرب من المطار الدولي. في هذا الحي مخزن سري لأسلحة حزب الله. يقع مخزن الأسلحة السري هذا على بعد متر واحد من شركة غاز. هذه أنابيب غاز هنا، ويبعد المخزن بضعة أمتار عن محطة وقود وخمسين مترا عن شركة غاز أخرى. هذه شاحنات غاز أخرى، وتحيط بالمخزن منازل المدنيين هنا وهنا. هذه إحداثيات دقيقة لحي الجناح. إليكم مدخل مصنع صواريخ حزب الله، فهذا ما هو؟ هذا المدخل، هذه شركة الغاز، وهذا مخزن الصواريخ المتفجرة.